قديس متميز حتى بأعياده دايما يجي في مناسبات مفرحة. قديس مريحنا له عيدين رئيسيين، عيد نياحته يجي في 4 أكتوبر ويقع في الفترة ما بين الميلاد والختان، ودي تقصاها فرايح لازم يتصلى باللحم الفرايح. العيد الثاني اللي هو عيد إصدار تلبيس كنيسة على اسمه عيد كراسكو يجي في 16 بشمس، وغالبا ما يأتي في 50 المقدسة ويصلى فريحة، أيضا نادرا ما يأتي في بدء الصوم الرسمي. هو متميز حتى في أعياده، متميز بشخصه، بسيرته، طالما نادي القديس تقترن به صفات مثلما تقترن في القديس ماري يوحنا الحبيب. أعظم صفة فيه إنه الحبيب، يكفيه فخرا ومدا وكرامة أنه الذي كان يسوع يحبه. ده مش ربنا يسوع المسيح بس اللي بيحبه، والعدل تمام بيحبه لأنه صار ابنها من فم ربنا يسوع المسيح، قال له هوذا أمك وقال له هوذا ابنك، فصار له منزلة كريمة عظيمة في قلب السيدة العذراء وخدها إلى خصته وفضلت في بيته حتى وقت يحبها. أي كرامة لدى أيها القديس؟ من بدء تلمسته لربنا يسوع المسيح فلده وضع متميز، كان من 3 تلاميذ دايما ربنا يسوع المسيح يقصهم ببعض الأمور، يقول بطرس ويعقوب ويوحنا، وزي ما ربنا يسوع المسيح خص 3 تلاميذ زاد عليهم يوحنا انه قص ببعض الامور اخرى لم يخص بها اخر. المواقف اللي اختص بها كانت مواقف جليله عظيمه فريده، انتوا عارفين لو قعدت اتكلم مش هخلص المسيره عابره وجميله. قديس يوحنا الحبيب يلقب بألقاب كثيره، يلقب بالحبيب والاعز لقب كثير، يلقب باللاهوت، يلقب باللاهوت لأنه تكلم عن لاهوت ربنا يسوع المسيح بكل قوة وبساطة في نفس الوقت. عشان كده بعد القيامة في الفترة بتاعت 50 معظم القرايات من إنجيل يوحنا الفترة اللي كان فيها بقى ربنا يسوع المسيح ما بيلفيش مد بعد أيام، فخلاص هو كان بيلفي لاهوته أحيانا قبل الصلب عشان ما يعرفوهوش، لأنه لو عرفوا ما صلبوا رب المد. القديس يوحنا يلقب بالإنجيل
قديس يوحنا الانجيل لانه كتب الانجيل، والانجيل بتاعه انجيل متميز جدا. معظم اللي ورد فيه لم يرد في باقي البشائر الاخرى، ومش كده وبس، من اهم ما ورد في البشائر كلها يلقب الرسول، لانه كان رسول السيد المسيح. يلقب ايضا بابن الرعد، ان الرعد كان يتخيل القديس يوحنا يعني رهيب خالص كده ويعني رقيق قوي، لكن في نفس الوقت مع حبه وحنانه كان قوي جدا، لدرجه اللي اطلق عليه ابن الرعد اللي هو نرجس ربنا يسوع المسيح نفسه. كان عنده غيرة وحماس وصرامة، فهو جمع بين صفات من الصعب ان تتوجد في الانسان، الحب المطلق، حتى انه قال عن المحبة كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. انا قدر البغضة قهر، ورغم كده لو الامر تعارض مع الايمان، لو حد يقول جاءته بغير هذا الكلام لا تسلموا عليه ولا تقبلوه في بيوتكم ولا تقول له سلام. ده ايه التناقض؟ لا مش تناقض، يعني الا خلاص النفس كان صارم فيه جدا. فهو ابن الرعد. من الألقاب اللي تميز بيها القديس يوحنا الحبيب نسميه يوحنا الراغ. الراغ لأن السفر النبوي الوحيد اللي اتكتب في العهد الجديد كتبه القديس يوحنا، وهو سفر الرؤيا. وسفر الرؤيا سفر متميز في الكتاب المقدس كله. عشان كده نسميه يوحنا الراغب. بعد قيامة ربنا يسوع المسيح، ربنا قابل بطرس ويوحنا وقعد يتكلم. بطرس يقول له يا بطرس هل تحبني؟ قال له نعم أحبك. قال له ارعى حملاني، ارعى كرامي، ارعى بني. قال له ثلاث مرات. لدرجة المرة الثالثة بطرس يعني كده اتاخد وقال له يا رب أنت تعلم كل شيء، تعلم يعني حبك. فربنا يسوع المسيح أنبأه باللي هيحصل له. القديس بطرس قال له لما كنت شابا كنت تمنطق نفسك، ولكن ما تشد آخر يمنطقك. وكان بيقول له على الطريقة اللي هيموت فيها وهو يقيد بالصليب. ربنا قال له اللي هيحصل له. فكان واقف القديس يوحنا، القديس بطرس قال له طب وده ماله؟ ايه اللي هيحصل؟ كان في حته غيره شويه من القديس بطرس للقديس يوحنا. فكان قال له وده ايه؟ ما له ما شاء. ان شئت ان يبقى حتى امين فماذا لك؟ يعني هو القديس بطرس على هيموت يعني بالتقييد، وجعله القديس يوحنا قال له مالكش دعوه، اذا كنت اشاء ان يبقى حتى اجيب فماذا ايه؟ مالكش دعوه، ده هو ده خاص. فيقول القديس يوحنا فشاع هذا القول ان هذا القديس لن يموت حتى مجيء المسيح. يقول لكن ربنا ما قالش انه يبقى قلبك كنت اشاء. لكن العجيب والجميل ان الكلمه دي تحققت. ازاي بقى تحققت؟ بسفر الرؤيا. هو قال له كنت اشاء انه يبقى حتى ابين فمثلا. فسفر الرؤيا القديس يوحنا شاف مجيء المسيح الثاني،
بتفاصيل عجيبة رهيبة جميلة. وبكده تحققت كلمة ربنا يسوع المسيح. قديس يوحنا شاف سفر الرؤيا، وده سفر متميز والسفر الوحيد اللي خد ثلاثة أوبة: الأوبة للذي يقرأ، والذي يسمع، وليحفظ. اللي يقرأ طوبى له، واللي يسمع طوبى له، واللي يحفظ أقوال المباركين هذه النبوة طوبى له. ثلاثة تطويبات خاصة بهذا السفر لكل من يقرأه ويحفظه ويسمعه، لم ينلها أي سفر آخر في الكتاب المقدس. سفر الرؤيا اللي كتبه القديس يوحنا له طابع خاص، سفر نبوي رمزي شامل حاجات كتيرة قوي، شامل أمور روحية وأحداث تاريخية وحقائق لاهوتية وأمور مستقبلية. عشان كده القديس يوحنا إنجيله ما كانش يذكر اسمه أبدا، كان نوع من التواضع وإنكار الذات، تلميذ ذات التلميذ، أو تلميذ التلميذ الذي كان يسوع يحبه، كان ينكر كل حاجة إلا محبة المسيح كان يعتز بها، فكان ما يذكرش اسمه صراحة، لكن يذكر التلميذ الذي كان يسوع إيه. لكن لما جيت سفر الرؤيا ذكر اسمه، وتذكر اسم القديس يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا حوالي 5 مرات، او مش حوالي بالضبط 5 مرات. في البدايه خالص الاعلان: ربنا يسوع المسيح الذي بيد ملاكه لعبده يوحنا. قال عبدي ايه؟ يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع. مش لأي حد بالرؤى، لكن سر الله لخائفين. هذا الإعلان وهذا الكشف العجيب والجميل إنه تم في جزيرة بطمس في أشد فترات الضيقة والألم والغربة والعزلة. ودي دايما حكمة الله ان يعزي في الضيقات ويمدد في الضيقات. وده اللي حصل مع القديس بولس الرسول لما رجل شاف صعد السماء الثالثة ورأى امور لا يوقف بها، ما لم يخطر على قلب بشر ولم تسمع به أذن ولم تره عين. القديس يوحنا وهو في الجزيرة في الأسر في الألم، ربنا عزاد هذه الرؤية العظيمة التي تظل أقوى وأجمل رسالة ربنا إداها للبشرية على المدى البعيد بل من غاية الأبدية. سفر الرؤيا سفر لبن، قال يوحنا وبعد كده قال يوحنا إلى 7 كنائس، هنا ذكر اسمه بقى. وبعد كده لما يجي في الحتة المهمة عشان يطمن الناس ويديهم ثقة في الرسالة اللي هيسمعوها ده، هي تقول لهم أنا يوحنا، مرة يقول لهم أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة، مرة تانية يقول أنا يوحنا، عشان لما نسمع مين مصدر هذه الرؤية وعن طريق مين نطمئن ونثق. ده يوحنا فنسمع وننصت ونصدق. سفر الرؤيا سفر متميز،
ربنا بدأ بالقديس يوحنا برسائل للسبع كنائس، وهنا تكرر الأسعار رقم 7 في سفر الرؤيا كتير. السبع كنائس دي قال أفسس وسميرنا وبرغامس وسياتيرا وسردس وفيلادلفيا ولوديكيا، تمثل عدة أمور. سبع الكنائس تمثل سبع حقبات في تاريخ البشرية، وتمثل أيضا سبع أنماط للكنيسة والرعاية والنفس البشرية في كل جيل. هي ممكن تشير لحقبات متتالية متتابعة، وممكن تمثل حالة معينة أو أحوال معينة أنماط معينة في نفس العصر، زي ما بنلاقي البشر بأنماط معينة في نفس الفترة. ربنا قبل ما يتكلم عن اللي هيحصل فبيدينا الأول الطريقة اللي ننتصر بيها واللي ناخد بالنا منها. عشان كده الثلاث اصحاحات الاولى في سفر الرؤيا اصحاحات مهمه جدا. اما يتكلم الكنيسه الى افسس، افسس تعني المحبوبه، وهي تمثل الكنيسه الاولى بشده حبها للمسيح، فرضنا كل شيء وتبعناه. فعشان كده ربنا بيعبر عن حبه للبشريه يقول ايه اما بيخاطب الكنيسه، يقول عن نفسه السائل وسط السبع منائر والممسك السبع التواجد ايه بيمينه. سبع منائر اللي هي الكنيسه، ربنا معانا سائل ماشي معانا، والسبع التواجد بيمينه أساقفة الكنائس وقيادات الكنيسة في إيد ربنا. إذا كان قلب الملك بيد الله كتداول النيات يوقعه حيثما شاء، فبرضه قلب القيادات الكنسية يبقى في إيد ربنا يوجههم حسب إرادته، وأحيانا يوجههم لرسائل رغما عنهم زي ما حصل في قيافة مع انه ما كانش كويس، وقال ينبغي ان يموت واحد فداء عن الامه. يعرض القديس يوحنا في انجيله قال لم يكن هذا من ذاته، ولكن لانه كان رئيس تلك السنه فتنبأ. يعني مش عشان بر فيه صلاح، ولكن بحكم وظيفته ربنا بيتكلم فيه احيانا. ربنا هو ضابط الكل، الممسك سبعة التواجد بيمينه، كل قيادات الكنيسة بإيد ربنا، وهو ماشي وسط الكنيسة. فدي أول رسالة إلى أفسس، بنطمئن الكنيسة مش متساهلة، وقيادات الكنيسة مش مطروحين كده، لا ده محكومين في إيد مين؟ في إيد ربنا. أما يجي يوجه للرسالة الثانية إلى كنيسة سميرنا. سميرنا يعني المتألمة، الكنيسة المتألمة بعد العصر الأول في عصور اضطهاد شديدة. فيعرف نفسه في البداية الذي كان ميتا فعاش، كنت ميت يعني إيه عن نفسه، ده ما تخافوش من الموت. قل كن امينا الى الموت، ما تخافوش حتى اذا مت فانا كنت مت ايه وعايش، وهكذا. وجه انا بس يعني مش عايز ادخل في تفاصيل كل حاجه عشان الوقت، لكن وجه لكل كنيسه الرساله اللي بتعبر عرف بيها نفسه وقال ايه اللي يخصها. لما نقرا الرسائل دي كلها بتاع السبع الكنائس بنطلع بفكرة كبيرة عن أحوال الكنيسة على مر العصور،
وأحوال بعض الكنائس وبعض الأطفال في كل عصر. هقول لكم الأسماء بمعانيها الكنائس، وبعد كده ننقل على حتة تانية. الكنيسة الأولى اللي هي المحبوبة تمثل عصر الرسل، الفترة الأولى، وتمثل كل نفس بشرية وكل كنيسة هي محطة قوية لربنا يسوع المسيح. كنيسة سميرنا أي متألمة وتمثل العصر التالي، عصور الاضطهاد العنيف. لأن الكنيسة دي كانت متألمة، لكن بقدر ما تألمت بقدر ما تمجدت وانتصر الإيمان المسيح وانتصرت الإمبراطورية وبقيت المسيحية القائمة. سميرنا المتألمة، بعد كده برغامس المقتنعة اللي هي لما تقترن الكنيسة بالسلطة العالمية بعد قسطنطين والأباطرة بقوا مسيحيين، فبدأ في تداخل في شؤون الكنيسة من السلطة. بعدين بقت سياجيرة المسرحية، بقى في شكليات. عشان كده في الحتة دي يقول الذي له عيناه كلهيب نار يقدر يفرز بعدين في سارنوس اللي هي الباطنية، حتى لو في كتير يضلوا وبعدوا لكن لابد يكون له بقية مؤمنة. بعدين فيلادلفيا محبة الإخوة اللي هي دعوة المحبة كلنا في المسيح، المحبة اللي على مستوى البشري لكن اللي نتمنى إنها تبقى على أصول إيمانية. هي أحيانا دعوات المحبة شكلية على مستوى اجتماعي نفسي لكن مش على مستوى عميق روحي عقائدي إيماني. آخر كنيسة كنيسة لوديكيا اللي هي في الأيام الأخيرة، الله أعلم ما في منهم دلوقتي، اللي هي حكم الشعب، الناس هم اللي عايزين يحكموا، عايزين دين على مذهبهم. نشوف الأغلبية تقول إيه ويبقى هو ده الصح، مش ربنا بيقول إيه. حكم إيه؟ الشعب اللي هو قال عنه سادسا ليحتملون فيه التعليم الصحيح بل يجمعون أنفسهم معلمين على هواهم كده مستحقة لما سمعوا. تلبية الأحوال بتاع الأجيال وبتاع أحوال كل مجموعات أو كل إنسان أو كل جيل. سفر الرؤية يمشي بعد كده في السبعيات، ينقل على حكومة سبع، يتكلم عن أحداث بقى الخدمة الأول، الخدمة الثاني، الخدمة الثالث، وبعد كده يبقى في أبواب سبعة. وبعدين في جمال سبعة، دي تطور سفر الرؤية. في سفر الرؤية ورد حاجات الحقيقة تفصيلات لم ترد إلا في سفر الرؤية بالتفاصيل. يعني سفر الرؤية عرفنا منه تفاصيل عن مدينة أخنوخ وإيليا في الأيام الأخيرة، وبدأت في سفر الرؤية الأصحاح 11 تكلم عن النبيان النبيين اللي هتكون شهادتهم 42 شهر 1260 يوم. اتكلم عنهم بتفاصيل ما كانش ممكن الناس تفهمها في وقت صارم، لكن العجيب ان دلوقتي بقت مفهومه قوي. هو اتكلم بصفه خاصه القديس يوحنا، اكتر من فتره اتكلم عنها بالتفصيل
الفترة اللي هي أيام الدجال، واتكلم عن الفترة دي بطريقات عجيبة لم ترد إلا في سفر الرؤيا، اللي هو عبر عن قال بعد 1000 سنة أن يقيد الشيطان الأول 1000 سنة، قال ده ورد في الإصحاح 20، قال وبعد 1000 سنة يحرر الشيطان من سجنه ويعطى زمانا يسيرا. الكلام ده ما وردش غير في سفر الرؤيا بس. في 1000 سنة الشيطان هيبقى مقيد، وبعد 1000 سنة يحل الشيطان من سجن زمانا يسير. في بعض الناس خدوها ببساطة قوي وسطحية، افتكروا ان يبقى في 1000 سنة الشيطان محل، وبعد 1000 سنة بالضبط يتحل الشيطان من من سجني. لكن سفر الرؤيا سفر رمزي، فال1000 سنة دهية بترمز من بداية صلب المسيح لما تقيد الشيطان، وهيبقى بتتأيد لهم حدود ضيقة جدا في التحرر. لكن في الأيام الأخيرة قال بعد 1000 سنة، طب ليه يا رب قلت 1000 سنة؟ هل تقصد بيها 1000 سنة؟ قال لا، هو في الكعبة اللي في الكتاب يوم عند الله 1000 سنة و1000 سنة كيوم، دي رموز، ولكن هي يفضل مقيد لفترة. هذه الفترة يريد الله أن تكون غير معلومة للبشر، عشان كده خلفها بعدد من أعداد الكمال اللي هو 1000 سنة. في أعداد كمال في الكتاب المقدس، 10 و100 و1000، حتى احنا بنستخدمها في حياتنا. أعداد يقول لك ما قلت لك 100 مرة، ما يقصدش 100 يعني خلاص على الآخر. 100 مرة أقول لك لا، أو 1000 مرة أقول لك لا. حتى في الأفراح في الأماكن الشعبية يطلعوا كده ما يتقضوا فلان فلان 1000 مرة، مش معنى 1000 مرة. فهو عرف معروف إن 1000 ده من عدد من أعداد الكمال، فده عدد رمزي ربنا بيغل في فترة زمنية محددة تبدأ من صلب المسيح وقيامته إلى قبيل المجيء الثاني. قد إيه الفترة دي؟ محدش يعرف. ولكن هل يحل الشيطان من سجنه؟ دي ما وردتش إلا في سفر الرؤيا. والفترة دي الحقيقة اللي هيجي فيها أخنوف وإيليا، من ربنا عادل فبيظبط الأمور كويس عشان الكنيسة تكون في حالة من الضعف، مفيش قيادة تقدر تقود الكنيسة قدام جبروت الدجال دوت. فربنا من قديم الأزل أو من قديم الأيام سوري خد أخنوف وبعدين خد إيليا وحفظهم لمهمة معينة، وإن كل إنسان بيموت. طب ليه يا رب ما خليتش أخنوف مات وصار مع الله، وإيليا خليته مرتبة وما زالوا عايشين ليه؟ محفوظين لمهمة، مهمة كبيرة في نهاية الأيام عشان يقودوا الكنيسة ضد الدجال. فيقول يصنع معهم حرب، الأول هيغلبوه وبكلمتهم كده يوقفوا المطر زي ايه ما كان بيعمل حين هو لا يسمع الذي لم اقف امامه، انه لا يكون قول ولا ماء الا عند قولي. فلهم جبروت روح، فالشيطان بكل قوته هيحاربهم ويقتلهم. دجاج، الشيطان من خلال الدجاج، ويفتكر انه انتصر عليهم. فيقول الكتاب اقرا الرؤيا 11 يقول ايه؟
تقدر تبص لهم 3 ايام ونص ما يقبلوهمش، وكل الناس تتفرج، ويبدا الملوك يهنوا بعض ويهادوا بعض ان خلصنا من ايه؟ من اللي مغلبتنا دول. طب ازاي في 3 ايام ونص الملوك وكل شعوب الارض يعرفوا ويشوفوهم؟ قالوا يشوفوهم كل الناس، والملوك يتجاهلوا ايه؟ ازاي في الفترة البسيطة دي الناس كلها تشوفهم؟ وازاي يرسلوا بعض ويهدوا بعض؟ تهنئة انهم ماتوا. الحاجات دي كانت زمان، لو من 100 و150 سنة كنا نقول ايه الكلام ده؟ يحصل ازاي ده؟ ده كلام مش منطقي ولا مفهوم ولا معقول. مش محتاج نفسره. لو جبنا اي سؤال يقول اه، هو بقى النت بقى والفضائيات والتليفونات كله على الهواء ايه؟ جه مما يدل ان الوقت قريب. القديس يوحنا في سفر الرؤيا كلمنا عن حاجات جميله عن السماء، ولو نتكلم عن الارض برضه والديكات طمنا. هما جه قبل بقى الضربات هتحصل، قال كده ربنا بيقول يختم على جبال عبيد الله. يختم الاول جبال ربنا يكون مختومين، وبعد كده الضربه ما تجيش على كل من له الخير. لا يضر كل من له ايه؟ فيدينا اطمئنان ان مهما جت باب احنا هنبقى ايه؟ محفوظين، او ولاد ربنا هيكونوا في الحفظ والصول. فعشان لما نسمع عن الكتاب دي ما نتخضش ولا نندم، وهو ضابط الكل وكل شيء بحساب. ختم وحفظ ناس كبقرة عشان يقودوا الكنيسة، وحق مع اللي راح يحضر مع المسيح نفسه له الملك. يدينا اطلالات جميله من الابديه ومن السماء وسفر الرؤيا، يحببنا كده ويشوقنا ليها. يقول لن يجوعوا بعد، لن يعطشوا بعد. السماء الجميل في سفر الرؤيا ان الاصحاحات 7 مضاعفات فيها كلام جميل. الاصحاح السابع يقول سيمسح الله كل دمع من عيونهم. صح 14 نفس الشيء، ويتكلم بقى كلام جميل قوي عن البدوليين. أجمل ما قيل عن البدولية ورد في سفر الرؤيا الإصحاح 14، قال في ترنيمة محدش هيعرف يقولها غير 144,000، محدش هيعرف يقولها غيره. ليه؟ هم دول البدوليون. ودي تورينا ان في احيانا نعم روحيه مش ممكن تتنقل للاخرين، ما يتمتعش بيها الا صاحبها. في ناس ممكن تتعجب قوي ازاي في ناس ممكن تعيش من غير جواز، وازاي يقدروا يستغنوا عن متعب الزواج. ولكن في الحقيقه يقول لنا في ترنيمه محدش يعرفها يقولها غير 144 دول. بتبقى في متعه بترنيمه روحيه خاصه يشعر بها الانسان في قلبه ويستمتع بيها، اللي هو بيكون ادى حياته لربنا وعاش امين. طول ما هو امين يشعر بنعمه وبركه وفرحه
وبرضه خاصة محدش يعرف يحس بيها إلا اللي إيه لم يستطع أن يقول التميم إلى 144 إيه هل ويبرر وسيمسح الله كل دمعة من عيونه. يجي في الإصحاحات الأخيرة يوصف بقى السمع زي ما قلت لكم، قال مفيش وجع ولا ألم ولا حزن ولا كآبة، مفيش الحاجات دي. معلومنا بولس الرسول لما جه عرف الفردوس قال ما لم ترى عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر. القديس يوحنا لما جه عرفه بالسلب، يعني هو مش يعني في حاجات ما مش هيقدر يقول في ايه، لكن نفى عن الملكوت الحاجات اللي احنا نعرفها. يعني احنا حزن يبقى هناك مفيش حزن، لما في وجع مفيش وجع، في جوع مفيش جوع، في عطش مفيش عطش. ويبرر وسيمسح الله كل دمعة من عيونها. والحاجة الجميلة قال مش هيكون في ليل، هيبقى نهار على طول، مش هيحتاجوا لا لصراط ولا لشمس، لأن ربنا يسوع المسيح هو هيبقى النور بتاع السماء. وزي ما في الأرض الشمس هي مصدر الغذاء والطاقة للبشرية كلها، زي ما انتوا عارفين الشمس هي مصدر الطاقة كلها، كل الطاقة اللي في الأرض دي متاخدة من الشمس، ابتداء من الغذاء يتكون بالبناء الضوئي الأول، كيف الحيوان الغذاء بيه الإنسان يتحل، كيف الطاقة اللي على الإنسان يعيش بيها، حتى النباتات والحيوانات دي لما تتحرك وتنزل في طبقات الأرض اللي تحت تتحول لبترول تتحول لطاقة تستخدمها برضه، الطاقة كلها مصدرها إيه؟ الشمس. فإحنا طبعا في السماء مش هيكون في شمس، لكن ربنا يسوع المسيح هيكون شمس البر، في شرب ولا شرب، هيبقى هو المن السماوي، عشان من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المغفى. هو المن هنأكله ونعيش بيه. في سفر الرؤيا قال في آية جميلة قوي، تعزي وتفرح، اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، نعم يقول الروح إنهم يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. أول مرة نسمع تطويل للذي يموت، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب يستريحون من أتعابهم وأعمالهم إيه تتبعهم. ربنا يسوع المسيح مشي برحلة جميلة مع القديس يوحنا، والرحلة دي كتيرة في سفر الرؤيا، وفي الآخر خالص خالص ربنا بيقول له نعم يقول الشاهد بهذا أنا آتي سريعا. الأيام قليلة مش هتطول الدنيا أوي، يقول له أنا آتي إيه؟ آتي سريعا. شوفوا بقى القديس يوحنا بكل حب وبعد ما شاف الحاجات دي قال ايه لمراته؟ قال له الروح والعروس يقولان تعال. الروح والعروس، الروح هو الروح القدس والعروس النفس البشرية، ان الروح القدس جوانا بينطق يقول تعال، زي ما بنقف نصلي نقول ياتي ملكوتك ونطلب السماء واحنا ما نعرفهاش، لكن نحن لا نعرف ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات بتنطق بها، والروح هو اللي يبدد على بر وعلى ديمونة وعلى خطية، روح ربنا اللي جوانا بينطق. فالروح القدس كان بينطق جوه القديس يوحنا مع نفسه البشرية، فبيقول له في تناغم في قبول في انسجام بين الاثنين، صوت الروح القدس
بيمشي على طول نفس البشرية بتبقى صدى ليه. عشان كده بيقول له لما ربنا يسوع المسيح يقول له نعم يقول الشاهد هذا آتي سريعا، راح قال له الروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى. امين تعالى ايها الرب يسوع. وكانت هي دي الايه اللي بتختم بها الكتاب المقدس كله، امين تعالى ايها الرب يسوع. قديس عظيم جميل، له كتابات جميلة، له سيرة عطرة، احنا سعداء ان احنا نحتفل بيه، ومحظوظين ان سمح لنا ان يدود الجزء من رفاقه معانا، ناخد قرارته ونلتف حوله ونطلب شفاعته. احنا النهارده صلينا العشية بالتقليد بتاعه، بكرة ان شاء الله هيبدأ القداس الساعة 6 صباحا رفع بخور باكر. نحب كل الظروف وتسمح يجي، واحتمال كبير يوم الأربعاء الجاي يوم 28 اللي هو الإصدار اللي أنا خدت فيه الجزء المرة فاتت وصلني، احتمال أصلي قداس في الكنيسة اللي باسمه، في كنيسة العبرة والملاك، كنيسة الظهور، مزارع كنيسة العبرة، كنيسة العبرية باسم العبرة وماري يوحنا، احتمال نصلي هناك. واحنا يعني التجليات زي ما القديس يوحنا شاف رؤيا ربنا يسوع المسيح بيسمح من حين لآخر التجليات السماوية للبشرية كلها، وكان آخرها تجلي الست العذراء في الوراق. وإحنا يعني بنجيبوا خبر وبنطلبوا بشرى مفرحة إن عملنا فيلم تسجيلي وثائقي لظهور الست العذراء في الوراق، إن الرسالات السماوية دي رسالات فوق الزمان والمكان، بتبقى للبشرية كلها لكل وقت لكل لسان، إنها رسالة من السماء. طلة واحدة من الست العذراء بتعالج حاجات كتيرة، في كتير بيبعتوهم في برئة حاجة على الإيمان برضه، بس يشوفوا منظر زي كده خلاص مش محتاجين فلسفات ولا مناقشات. يعني طلة واحدة من الست العذراء بتحل مشاكل كتيرة. احنا حاصل مننا على هذا الحدث العظيم، قمنا بتسجيله وجاري طبع الفيلم وهيعرض اقرب فرصه ان شاء الله. فان شاء الله بكره بيكون في القداس هنا، والاربع ان اراد الرب وعشنا ممكن نصلي كنيسه العذراء ونحمد العذاب. وكل عام وانتم طيبين.